أحسن الله إليكم من أسئلتها، تقول فضيلة الشيخ: هل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة والحيض؟ نعم، لا بد من الطهارتين، الطهارة الصغرى بالوضوء، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فلا بد من الوضوء أولا ثم الاغتسال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام، كان يستنجي أولا ثم يتوضأ ثم يغتسل من الجنابة عليه الصلاة والسلام. ولو نوى الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر وأفاض الماء على جسمه أو انغمس في الماء الكثير فإن هذا يكفي عن الحدثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.